ضايل بتحط اعلانات ضايل بتحط اعلانات على الفيديو 13090 90 ثواني اشوف اللي خليك معايا الخط خليك معايا الخط اشوف الواتساب شوف هذا مين بلان شوف ده نسكافيه نسكافيه والله ما شاورتش واحد فيه نسكافيه هاي محمد نسكافيه
هو عمل ثلاثة بديك اعدادي اطلع اجيبكم يمين حاجتين دخلت خمسة خلاص ماشي ماشي أولاد أبو عمر محترمين ما كانش واحد منهم عندي بس أبو عمر يعني كيف أولاد محترمين لا أنا أبو عمر مني أهتم طيب أبو أقول لك أولاده محترمين يعني مش تعوتلة في دوران يعني هم كلهم عاقلين ولاده يعني مش زي الباقيين ولاد سامي وخالد لا لا دول فيش بعدين ابوهم بطلهم مش اللف الدوران ابوهم لا لا منيح والله الشاب يعني تعرف بعدين تعود شغل أولاده دير بالك يعني بصمدوا واشتغلوا بابا بعد بعدت في بكلاهي هو اول بكلاهي يعني كان من الشقة دي شقة الشارع اصلا انا ما بعرف تفاصيل شبه يعني بالضبط بعرف انه كان يلموا مصاري يعني يا ما كان شاب بيشتري عندي اخوه الاصغر كان يحوشوا بدهم يبنوا يعني ما بعرف ايش سووا بنوا سقفوا ايه يمكن لانه كانوا عاملين زي جمعيات وبدهم يصبوا يعني انا بقى اشتري عند اخواله وبقى ماسك سوبر ماركت بعرفش بالضبط يعني الولد عمر بعرف انه عاقل يعني واخواته عاقلين التانيين لا لا كان كتبهم ابوهم لا انا بقول لك بيختلفوا على الاولاد بالله ايش عنده يعني حد يتاخر بالليل وقصص يعني توكل على الله لو واحد تاني لا محترمين بقول لك الشغل بمر عليك ليه؟ عشان مش تسأل مش عشان انا بسأل حدا ولا حدا بعيد يلا يا ايمن واليوم سألت الأنت ايش بصير لو صورت بالجوال في كسوف الشمس قالت لي اوه يا منيلة والخلايا وادخل وابصر ايه صدقت يعني كمان ها؟ شوفي ما قال لك بابا قال لي انه بصير بنحرك شوفي ما خلينا نعمل هالورق نخلص ورق ايه؟ لا كم من ورقة مش منفرد بس نصيحة نصيحة بنحكي معاه ممكن تخرب الكاميرا بس ما يتجمل مين كلمة؟ وش رأيك بتاعتك تكلي؟ أنا طلعت فيها ما ينطلع ولا في الصيرش مش هزاني محاسب مش هزاني طلعت بعز قال لي نحلوها هاي وبيجب وقعدوا ها ملعب التال ولا مشاكل ولا جوزك ولا جوزك ولا جوزك خلصنا معايا قعدت حراسات على الكاميرات انت ومصطفى ليش بتقعد حراسات؟ على ايه؟ انا بركب لك اياها يا رب شفنا واحد وعرفنا في ملامحه ما يوم يا رب في واحد تحت خبطها لا سمح الله حاجه بتجيبي
المشكلة انه في كثير بسكروا علينا على الصف هذا، مش دائما بنلاقيها. صف هي لو يرفع الماسورة ابوي بصير صف من غير. مرات رفع لنا اياها الدور الثاني. شايف رفع قصدي. مرات بقول بدي احط ماسورة ثانية على ربع جهة ثانية، بدناش حدا يصف. صف طرش. بدناش حدا يصف غير ايمن الماسورة. كنت اعمل تنتين ايام تشوف هيك تطلع من الارض على الريموت. بطلع وبسكر ورايا. احسن. وين اليوم انت كنت تطلع من جهه الشارع يا انا حماد كنت تطلع من جهه الشارع. اه اسوي بوسع وبلف. اه بدها هي شويه بدها حد يقفلها. لا بوسع لعند الجزيره. يعني تروح لعند الجزيره في النص ولف 90 درجه مره واحده. أنا بقها من يعني اللوحة أنا بحطنتها عن غاز. ما في عن مشغل غير اللوحة. تري خلاص مني غلط. يا أبغى مين بده صلاة يا شباب؟ أنا. يلا يا إيه. تعمل بق. أطفي دوا. ها. شو هذا الأسمار؟ سمان. إيه. هذا بضاعة. ضعف سمك. شك 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 شك. يا ولا لا. نتورش على الأرض لو سمحت. ستون. ماما عملنا سكرفة. محبس
والله بس زاوية انش ما سمعتيش لما حكيت ليش عمركم؟ هروح اعمل ما تروحش تعمل بديش تشرب نسكافيه بالليل يلا قوم هروح اعمل خلص لاخر نفس بدك تفرفي يا قومه شبر نص تركي ستة شيء بربيش نص كلامي 30 متر أما 30 شيء أيوة حيوان أيوة حيوان 30 متر 30 شيء خلصت أنا 50 شيء صلاة زاوية 45 شيء سيخ الحان 6 شيء زاوية 45 سيخ الحان 6 شيء غداء من البلاط 120 شيء وزر التركيب النايلون 120 شيء مرابط نرويجي 120 شيء جيب النرويجي 54 ضرب 150 متر دروب مزيداش 150 في 10 1500 وصلة ألمنيوم 20 في 4 لا ورجع جوال عشان طب بديش هرجع عشان طب شوية شوية عشان دارها ورا شوية خلصت تلعب مكذب بمهات خليش سيبه لا ورد 22 خليش شوي عدد؟ في مية؟ انت بدي يا حبيبي مش يا عمالك للصبح بتعمل طب ذكريني في مادة منبهات كل ما بخليك تنامش طب ذكريني بنقدر 20 شيء شحن رمل 420 شيء 10 اكياس اسمنت 250 شيء 3 طن حصمه 85 في 3 قديش 255 تراكتور رمل 80 شيء تراكتور رمل 80 شيء 11 سيخ 8 220 شيء 8 كياس اسمنت 200 شيء 2 طن حصمه 170 شيء جاك 15 ضرب 150 300 شيء مواصلات 50 أربعة دير، 300 شيء، مواصلات 50، 40 شيكل سولار للطيب، بنزين للطيب، سولار 100 شيكل، براد زائد، مفتاح سكريت 75 شيكل، توك توك 20 شيء 75 شيء توك توك 20 شيء دفع على رمضان